يلا عشان الوقت بيجري نخش على الدوري الانجليزي، لان هي الجوله 27 كان فيها بعض النتائج، وما زال صراع النقطه زي ما بيقولوا ما بين ليفربول والمان سيتي وارسنال داخل. وارسنال يعني النهارده عنده تشيفيلد، عنده شيفيلد يكسب يبقى على بعد نقطتين من الليفر وواحده من السيتي. فاحنا اتكلمنا لو حضرتك فاكر من شهرين كده قلنا هم الثلاثه، هم الثلاثه ليفربول مانشستر سيتي ارسنال. بس يعني بشوف بصراحه انا متخيل ليفل منافسه السنه دي في باقي 10 جولات كده، لا هنشوف كره تانية خالص. الاحداث كمان الاحداث مثيره، اصابه صلاح، اصابه هالاند قبلها، اللعيبه الصغيره اللي عماله تطلع من ليفربول، كون ان كلوب ماشي، الولد اللي عنده 16 سنه ده دانز جايدن دانز 16 سنه 16 سنه ريح الدنيا كلها، يعني يعني كل جوتا مصاب، صلاح مصاب، الولد نازل جايب 3 اجوان في اسبوعين اتنين. وبتتكلم في لعيب اهو 16 سنه ولا 16 سنه ونص، لعيب جامد، لعيب قوي جدا، والفينش بتاعه مش فينش سهل، يعني مش من اللعيبه اللي بتنزل مثلا يضرب او لا لا، لعيب فينش وراقي جدا، وكونه بيلعب في الفيرست تيم اول كام ماتش، لا تتكلم في ليفل تاني ويقودوا كلهم شباب ليفربول، ياخدوا بطوله مهمه زي كاس الاتحاد الانجليزي في اخر موسم لكلوب. انا شايف الاحداث مثيره، يعني انا على سبيل المثال يعني خلال يعني متابعتي كمان للسوشيال ميديا بشكل او باخر، كانوا جايبين لقطات ظريفه جدا من الاولاد بتوع ليفربول، وازاي لما راحوا المدرسه كان في احتفاليه، واحد منهم فعلا كان راجع المدرسه وبيسقفوا له. يعني بفتكر على طول ازاي احنا ممكن نوصل ان احنا ممكن انديتنا على مستوى التوب ليفل، ان هو لعيب يكون عنده 15 16 سنه وبيلعب في الدوري او بيلعب في تشامبيون ليج الافريقي ويحرز ده. الحقيقه بيرجعني تاني لعمليه التفريغ والقطاعات الناشئين والاهتمام بالمواهب اللي عندنا، الحقيقه لازم تكون افضل من كده. طيب خلينا نشوف نتائج الجوله ال 27 لو جاهزه عندنا نبص عليها، علشان كمان نشوف كمان الارسنال لو كسب، يعني دي النتائج، ايفرتون بينهزم من وست هام 3-1. لو في النتيجه عايز تعلق عليها قول لي. فولهام 3-0 على برايتون، نيوكاسل 3-0 على وولفهامبتون. كان ماتش حلو، توتنهام وكريستال بالاس، سون اتألق فيه، سون اتألق طبعا فيه بشكل كبير، وفاز توتنهام 3-1 على كريستال بالاس. ونوتنغهام ده مباراه يعني رجعنا للقاضيه ممكن بس جون جميل وصعب، صعب جدا، من الاجوان اللي صعبه جدا وما تبانش، يعني لانه لافف يعني اول ما طلع نفسه من الاوفسايد، يعني نونس انا بص انا قلت هو اوفسايد، يعني انا حتى قلت الكره دي هتقف ويراجعوها لان ما كانش باين بالظبط، يعني هو بس هو خد خطوتين لورا وكونه ياخد الخطوتين لورا دول وياخد القرار بعدها الجامب على طول ويوجه كده والجون وراه، يعني ده هو عملها بظهره ومش شايفها وراح احتفل. نونز مهاجم مظلوم مظلوم مظلوم، انا بشوف كده والله، فعلا فعلا مظلوم بحظه السيء، مظلوم بحظه السيء وبالعرضه، مظلوم بالعرض عموما، لكن مهاجم يعجب الواحد جدا لو زود الفينش. بعض الناس بتقول الهدف دوت قد يكون سبب في حصول ليفربول على الماتش، كان مقفول جدا، مقفول جدا في الدقيقه 98. امال لما بيروحوا من غير صلاح نوتنجهام بيتعقرب يعني. برينتفورد بتعادل مع تشيلسي 2-2. جاكسون كالعاده بيضغط الدنيا، جاب عمل ماتش كويس بس ما كانش ليها لازمه الاشاره اللي عملها اكيد بالصمت الجماهيري تشيلسي، يعني ما كانش ليها داعي. تشيلسي ما زال يترنح لوتن تاون، وهزيمه امام استون فيلا 3-2. كمان استون فيلا من الفرق ماشي رابع دلوقتي، عايز يروح شامبيونز ليج. اوناي امري عامل موسم ممتاز، لو فعلا وصل شامبيونز ليج السنه الجايه هيبقى انجاز كبير جدا. بورنموث بيفوز 2-0 على بيرنلي، مانشستر سيتي 3-1 على مانشستر يونايتد. شفت المباراه دي ازاي؟ جدا السيتي سيطر عليه طبعا كما هو معتاد، لكن انتظر الحسم في الاخر لواحد من افضل لاعيبه العالم الصراحه في الفودن، برضه من الناس اللي محدش واخد باله منها، برضه يعني برضه مش واخد حقه الحقيقه على مستوى السوشيال ميديا. انا شايف انه افضل لعيب في العالم، يعني في مركزه دلوقتي بيأدي مستويات رائعه. كام سنه هو؟ 22 سنه؟ لا لا 23 سنه. 23 سنه. طيب جوارديولا قبل 3 سنين يا كابتن قال ان هو اعظم ناشئ دربته، اعظم ناشئ دربته، فالناس كلها قالوا ايه ده اللعيب اللي بياخد 10 دقائق ولا ربع ساعه في الماتش، قال ده اعظم ناشئ دربته. وافتكروا كلامي، فودن عنده شخصيه وعنده تنوع في اللعب، صحيح ما بيبقاش عند اللعيبه الشول كتير، دي نقطه مهمه، اللاعب الاشول عنده حاجات كتيره ما بيبقاش عنده دي دايما، بيبقى محفوظ شويه اللاعب الاشول بيعمل ايه دايما، يروح على رجليه، لكن ده هو بيجي من النص وبيبقى استقبل الملعب بوشه، بيشوط من بعيد، بيخلص لوحده، بيرقص، ف
فيعني كان هالاند محبط، لكن لا لمانشستر سيتي لقى فودن في المستوى. طيب ارسنال تتوقع فوزه النهارده؟ لانه لو فاز هيبقى فارق النقاط نقطتين، نقطتين مع السيتي، مع ليفربول ونقطه مع السيتي. اتوقع يفوز، اتوقع يفوز على شيفيلد، خصم في المتناول يعني في اخر الجدول، فاعتقد لا يعني الماتش المفروض يكون في المتناول علشان كمان نتفرج على الصراع الثلاثي ده اطول وقت ممكن، لانه يعني فكره ان احنا ندخل اخر خمس جولات ست جولات وما احناش عارفين بشكل واضح البطل مين والوصيف مين وصاحب المركز الثالث مين، فكره مثيره جدا اتمناها يعني. طيب خلينا كمان لو جاهزين جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجوله ال 27 كاملا. في الصداره ليفربول فارق نقطه واحده عن المان سيتي، الارسنال في حاله فوزه النهارده بيقلص الفارق ما بينه وما بين ليفربول لنقطتين والمان سيتي نقطه واحده، استون فيلا في المركز الرابع ماشي بشكل اكثر من رائع عنده 55 نقطة، توتنهام في المركز الخامس، المان يونايتد في المركز السادس ب 44 نقطة، ويست هام يونايتد السابع، يلي نيوكاسل يونايتد الثامن، برايتون في المركز التاسع ب 39 نقطة، ثم وولفهامبتون العاشر، تشيلسي في المركز ال 11 ب 36 نقطة. تشيلسي خلاص السنة دي مفيش حاجة، مفيش حاجة. هو كان كان كأس الاتحاد الإنجليزي وكان قريب منها يعني، اصابات ليفربول كانت مسهله له، يقدر كان يقدر يخلص كان طيب مباراه كان متفوق في لحظات كتيره الحقيقه، كتير منها والعارضه برضو يعني ظلمته، بس ما كان في جون ملغي ما مش ما فيهوش اي حاجه يعني. فولهام في المركز ال 12 يليه بورنموث، كريستال بالاس، برينفورد، ايفرتون في المركز ال 16. ايفرتون لو قعد هتبقى قصه ملحميه جميله، انت بعد يعني الخصومات الكتيره اللي حصلت من النقاط بشوف ان القصه هتبقى حلوه لو ايفرتون قعد السنه دي في هو في واضح جدا انه ممكن جدا يقعد في البريمير ليج. في المركز نشوف اخر اربع فرق، نوتنغهام فورست 17 يليه لوتون تاون ثم بيرنلي ثم المركز الاخير شيفيلد يونايتد.